الجمهور حابب قوي قفشه دلوقتي، علشان قفشه اكتر لعيب في مصر دلوقتي تحسيه عايز يعمل حاجه. يعني يعني هو عليه عبء كبير جدا، كل الناس كلها قالت مفيش بديل لعبد الله السعيد، كل حد بينزل التيشيرت بتاعت عبد الله السعيد تقيل عليه، او المكان بتاع عبد الله السعيد تقيل عليه. الدور هو مش بس مكان، هو دوره ورؤيته والثرو اللي بيلعبه، وباصص ازاي، شايف مين جاي من ورا، يعني كان عبد الله حاله وستيل كده يعني، حتى في بيراميدز هايل يعني، يعتبر يمكن احسن لعيب في الدوري الى الان يعني. فقفشه الوحيد اللي يديك انطباع انه ممكن يعمل كده يعني، الوحيد اللي يديك انطباع انه هو ده. بالعكس انا شايف ان بدايات قفشه مع النادي الاهلي، عشان انا فاكرها كويس جدا، احسن من بدايات عبد الله السعيد مع النادي الاهلي، لان عبد الله لما ابتدى مع النادي الاهلي كان في بركات وكان في ابو تريكه وكانت الامور بالنسبه له صعبه شويه، انما دلوقتي في اسامي كويسه، لكن قفشه متفوق بشكل كويس جدا، وشايف ان قفشه هيعمل حاجات كبيره جدا. انا شايف ان هو لسه ما طلعش كل اللي عنده، لكن هو بيحاول يعمل كل اللي عنده، ومع اللعب كتير ومع الاستمراريه اكيد يعني هيوصل لاحسن يعني، اتمنى يعني ينجح اكتر من عبد الله كمان. تطوره كمان سريع يعني، في اول ظهور لي غير اخر ظهور لي يعني، هو قادر يعمل تطور هايل جدا بامكانياته، واعتقد كمان بثقه كبيره من ريني فايلر، وهو مجهز نفسه من بدري انه يجي النادي الاهلي يعني. هو من 3-4 سنين فاتوا كان نفسه يجي النادي الاهلي، وبيحلم انه يجي النادي الاهلي. لما مشي من انبي وراح بيراميدز كان بيفكر انه هو يجي النادي الاهلي، فلما جات له الفرصه يعني ما فكرش ان هو يضيع وقت، وبعدين مش عايز ياخد وقت في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي زي ما قلت لك مش هيستنى. لو ما قدرتش يعني تثبت وجودك في ثانيه، النادي الاهلي مش النادي الاهلي هيقلب عليك، الوضع العام هيبقى مش مناسب بالنسبه لك، فالنادي الاهلي هيبتدي يدور على بديل.